دولار بتصنيفات زي ما انتم شايفين. مثلا في تصنيف اسمه سي يو دبليو يو ار، بس احنا كلنا مش مكملين قوي، بس انا مبسوط برضه. ده احنا وفرنا فيه 450. في تصنيف يو اس نيوز الامريكي احنا المركز الاول على الجماعه المصريه. الويب ماتريكس، الويب ماتريكس اللي لسه عليه 16، الويب ماتريكس احنا حاطين فيه الاكس شهور لسنه 18 21 مركز. تحضرنا فيه في 6 شهور الاولى من سنه 19 176 مركز. لتصنيف سيماكو، سيماكو لاب، احنا مركزنا 299 للبحث العلمي. احنا في تصنيف شنغهاي الجامعه الوحيده في الكاتيجوري من 301 ل 400 لاول مره في تاريخ جامعه القاهره. احنا في لايدن، تصنيف لايدن وهو رايد يشيل الجامعه شكل ما تتفضل الالماني. تصنيف لايدن اللي هو تحت الشاشه الشمال ده احنا مركزنا 341 عليه، وليس هذا هو التصنيف الوحيد الذي عبر عن هذه القفزه النوعيه في المعركه. لا، في تصنيف ثاني بس الناس لم تتاكد ان احنا قلنا تصنيف يو اس رانكينج اللي هو بتاع بريطانيا. التصنيف ده هو في التخصصات احنا تقدمنا سنه بنسبه 110%، 110% عن سنه 17. احنا في 17 18 دخلنا خمس تخصصات اضافيه. احنا عبر تاريخ الجامعه وتاريخ تصنيف يو اس للتخصصات احنا كنا موجودين في 10 تخصصات فقط. 17 18 دخلنا خمسه، 18 19 دخلنا سته اضافيين، يعني المجموع عن سنه 17 اضافي 11 تخصص. 14 تخصص مقابل 10 في الماضي، اذا انت بتتكلم عن 110% تقدم في التخصصات العلميه كمان. في تصنيف ويب ماتريكس تقدمنا تصنيف ويب ماتريكس في كل 6 شهور 176 مركز مرة واحدة. مرة واحدة. 6 شهور لقيتهم 71 مركز. تصنيف يا دكتور؟ نعم؟ تصنيف الأخير ده؟ هو مركز.